ازيكوا عاملين ايه يا رب تكونوا بخير انا عارف ان قصص الرعب وحشتكم وانتوا الصراحة مش بتحبوا تسمعوا أي قصص رعب، انتوا بتحبوا تسمعوا قصص الرعب المخيفة، فالقصة بتاعت النهاردة من القصص اللي انتوا بتحبوها، لكن أنا عايز أنبهكم على حاجة مهمة قبل ما ابتدي أحكي القصة دي، القصة دي من القصص اللي هي نهايتها مفتوحة أو نهايتها مجهولة، عشان ما حدش يقول احنا عايزين جزء تاني من القصة أو عايزين تكملة القصة، أنا هحكي لكم القصة زي ما هي، لكن كل ما في الأمر إن نهايتها مجهولة، نهاية القصة دي متسابة لخيال المشاهد أو خيال المستمع. وممكن انتوا تشاركوا في التعليقات في كتابة نهاية للقصة دي واكتر كومنت او اكتر تعليق هياخد لايكات هيتم تثبيته في اول التعليقات في الفيديو ده وهقول اسم صاحب التعليق في الفيديو الجاي ان شاء الله وعشان اكون صريح معاكم ممكن القصة دي تكون اتقالت في مواقع او قنوات تانية لكن الصراحة القصة دي قصة مرعبة جدا وممتعة ومخيفة واحداثها قريبة للواقع المهم قبل ما ابتدي الفيديو ده بشكر كل الناس اللي بتدعمني سواء بلايك او بيشيروا الفيديوهات او الناس اللي بتدعمني حتى بالكومنتات الحلوة ولولا الناس اللي بتدعمني وتشجعني دي كان الواحد بطل فيديوهات من زمان يعني الصراحة انا الفترة دي انا نفسي اخد اجازة لمدة شهر الفترة اللي فيها تقلب الفصول دي حاجة خانقة جدا يعني الصراحة انا نفسي افصل دماغي عن التصوير شوية وعن المونتاج وعن المجهود ده كله لكن اللي بيشجعني ارجع اصور تاني الاقي الناس اللي هي بتقول لي انت فين احنا وحشنا فيديوهاتك انت بقالك فترة اتأخرت علينا احنا خلاص ادمنا الفيديوهات بتاعتك مش عارفين ننام من غيرها فالصراحه الناس دول هم اللي بيشجعوني ان انا اعمل فيديوهات تاني وتالت ورابع فعشان كده ان شاء الله لو اتفرجتوا على الفيديو ده وعجبكم ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك ولو انتوا مش مشتركين في القناه دي واول مره تشوفوها ما تنسوش تفعلوا الاشتراك وتفعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده في ميعادها وهتلاقوني سايب لكم لينك صفحه الفيس موجود في وصف الفيديو تحت لو حد عنده قصه مرعبه او حد عنده قصه غامضه او حد عنده اي استفسار ممكن يبعت على الرسائل بتاعت صفحه الفيس خلاص كده كلكم مستعدين يلا بينا نبتدي الحكايه. بيقول صاحب القصه: كنت متضايق جدا ان حماتي هتسيب بيتها وتقعد عندنا 10 ايام. انا مش فاهم ليه بصراحه، انا بحب اخد راحتي في بيتي وما بحبش اي حد يكتم حريتي ولا يكتم على نفسي. قلت الكلام ده لمراتي وحسيت انها زعلت مني، قالت لي خلاص يا حبيبي هقول لها ما تجيش، فانا كده حسيت ان انا هلبس في نكد، الله اعلم هخلص منه امتى، وللاسف سلمت للامر الواقع. ظبطنا لها اوضه الاطفال عشان تبات فيها بما اننا لسه متجوزين جدد بقالنا خمس شهور ومفيش اطفال وجت حماتي ومعاها شنطه هدومها ومن اول يوم دخلت فيه البيت قفلت على نفسها اوضتها وفرضت على نفسها العزله التامه اول يوم ليها في البيت كنا بنخبط على اوضتها عشان تطلع تاكل معانا لكنها كانت بتقول انها مش جعانه في الاول انا قلت عادي وطبيعي لانها مكسوفه مع ان مش فاهم لما هي مكسوفه ليه سابت بيتها وهتقعد هنا تشرفنا وتأنسنا 10 أيام بحالهم، لكن ما علينا، الغريبة إن الوضع ده استمر 3 أيام بحالهم لحد ما بدأت أقلق، الست دي عايشة إزاي 3 أيام بحالهم من غير أكل؟ فلما سألت مراتي على الموضوع ده قالت لي أكيد ماما جايبة معاها أكل في الشنطة مش معقول هتعيش من غير أكل أنت عارف يا حبيبي ماما حساسة أوي دي ما بتعملش أي صوت طول ما هي في البيت زي النسمة ولا في أي حد بيحس بيها فأنا قعدت أفكر في كلام مراتي ده وقلت ماشي منطقي ممكن يكون الكلام ده جايبة معاها أكل في الشنطة وبتاكل منه طول الأيام دي لكن برضو إزاي إنها تقعد تلات أيام ما تخرجش بره الأوضة أنا حتى ما شفتهاش طوال التلات أيام دول خرجت وراحت الحمام طب الحكايه دي هي بتعملها ازاي؟ طب بتعملها مثلا في الكومودينو ولا تحت السرير؟ صحيح والله يا جماعه الست دي بتعمل البيبي فين؟ لكن لما جه اليوم الرابع هنا ابتديت اقلق زياده وقلت اكيد الست دي بتعمل حاجه مريبه في الاوضه ومحدش عارف هي بتعمل ايه بالظبط. طول الليل سامعها بتتكلم مع حد بس مش قادر افهم الكلام اللي بتقوله، وطبعا المدام عندي عندها تفسير جاهز، انها بتتكلم في التليفون طول الليل، بس هل من المنطقي ان حد يتكلم في التليفون طول الليل من غير ما يفصل ولا ثانيه واحده؟ المهم نزلت اصلي الفجر زي كل يوم، لكن الكهرباء قطعت وانا نازل على السلم، فولعت كشاف موبايلي عشان اقدر اشوف، ولما طلعت من البيت لقيت المنطقه كلها كحل، ماشي في الشارع ومش شايف حتى كف ايدي، وانا في الشارع لمحت ضوء غريب طالع من اوضه حمام. انا مش عارف النور اللي طالع من اوضتها ده ده نور شمعة ولا نور فلاش كان طالع من الاوضة عندها اضاءة عالية جدا فرجعت بسرعة تاني وطلعت البيت عشان اشوف ايه اللي بيحصل ولما قربت من اوضة حماتي سمعت صوت تلفزيون شغال وكل الكلام ده حصل ومراتي نايمة وطبعا لما صحيت انا ما لهاش لان انا لو حكت لها هلاقي عندها تفسير منطقي للكلام ده ممكن تقول لي دي جايبة تلفزيون معاها في الشنطة ولا بتتفرج مثلا على الموبايل بتاعها على تمثيلية ولا على فيلم. فريحت دماغي ومحكت لهاش عشان ما اسمعش تفسيراتها الجميلة دي وفي خامس يوم على وجود حماتي في البيت عندي وبالتحديد الساعة اتنين بالليل الكهرباء قطعت للمرة التانية وطبعا المنطقة كلها اللي احنا ساكنين فيها اتحولت لظلام دامس وبرضه اوضة حماتي هي الوحيدة اللي منورة وفي الوقت ده كنت واقف في المطبخ بعمل لي كوباية شاي لكن اكتشفت ان السكر خلصان وفضلت ادور هنا وهنا في المطبخ على كيس السكر ما فجأة مراتي دخلت المطبخ من غير ما تتكلم وفتحت درج من الادراج وطلعت منه كيس سكر واديتهولي ولقيتها بتقولي في الاخر اتفضل يا حبيبي وبعد كده رجعت اوضتها تاني والدنيا كانت ضلمة سواد لكني كنت قادر اشوفها من النار اللي طالعة من البوتجاز لكن بعد كده في حاجة صغيرة أنا لاحظتها إن اللي ادتني كيس السكر ده مش مراتي، لا ده شكلها ولا ده صوتها ولا حتى اللي دخلت عندي المطبخ دي تبقى حماتي، وبعد ما قعدت أفكر عرفت مين اللي دخل المطبخ عندي اللي ادتني كيس السكر وخرجت دي كانت أمي الله يرحمها. أيوه اللي أنا شفتها دخلت المطبخ دي تبقى ام الله يرحمها انا متاكد ومقدرش اتلخبط في حاجه زي كده حتى الجلابيه اللي كانت لابساها دي دي كانت اخر جلابيه لابساها قبل ما تموت نفس الجلابيه اللي كانت لابساها لما جت لها الازمه القلبيه وملحقناش ننقلها للمستشفى وماتت وفي اللحظه دي انا كنت متاكد ان وجود حماتي يوم كمان معانا في البيت هو خطر وخطر كبير قوي الست دي لازم تسيب البيت فورا بس قبل ما تسيب البيت انا لازم اعرف هي بتعمل ايه في الاوضه لوحدها بس انا هعرف ازاي هي بتعمل ايه وهي خلاص احتلت الاوضه ومش عايزه تطلع منها ولا تسيبها بقالها خمس ايام ما بتطلعش بره الاوضه نهائي ولا بتدخل الحمام انا لازم ادخل الاوضه دي وافهم ايه اللي بيحصل جواها بالظبط بس ازاي هدخل الاوضه وهي ما بتخرجش منها نهائي فضلت افكر في طريقه ازاي اخليها تخرج بره الاوضه ولو ساعه واحده بس عشان اعرف ادخل جوه واعرف هي مخبيه ايه وهنا جات لي فكره كويسه استغلت حكايه الفيروس اللي هو منتشر في البلد وقلت لمراتي وحماتي اني هجيب شركه من الشركات اللي هم بتوع الرش او بتوع التعقيم عشان يجوا يعقموا البيت، وفي الوقت اللي هتيجي فيه الشركه عشان ترش مواد كيماويه جوه البيت ما ينفعش هم يكونوا قاعدين جواه، وبالفعل اقنعتهم انهم يقعدوا نص ساعه بس عند مدام رشا اللي هي في الشقه اللي قصادنا، عقبال بس ما الشركه تيجي وترش البيت ويمشوا. المهم بعد كده مراتي وحماتي خرجوا وراحوا عند الجيران اللي قصادنا ولما الراجل بتاع الشركة جه عشان يرش الشقة خليته يرش في الصالة الأول وأنا في اللحظة دي ما صدقت دخلت أوضة حماتي عشان أكشف صندوقها الأسود وأول ما دخلت الأوضة بتاعتها كانت الصدمة، لقيت كتب قديمة كتير جدا مرمية في كل مكان في الأوضة، ولقيت مخطوطات مكتوبة بخط الإيد على جلد الحيوانات، مخطوطات غريبة مكتوبة بأرقام وحروف عربية لكن بلغة غير عربية، ولقيت مخطوطات تانية مكتوبة بلغة عاملة زي اللغة اللاتينية ولغة تانية عاملة زي اللغة الهيروغليفية، ولقيت بواقي شمع سايح على أرض الأوضة، وشفت صور ناس قديمة جدا، تقريبا الناس أصحاب الصور دول ميتين، أغلبها صور بالأبيض وأسود. فهنا اتأكدت إن الست دي ساحرة وإنها طول الوقت وهي قاعدة في الأوضة بتمارس السحر الأسود، لكن الحاجة اللي خوفتني أكتر من كل ده مش موضوع الكتب ولا موضوع جلد الحيوانات اللي مكتوب عليها ولا الشمع السايح اللي على الأرض، الحاجة اللي خوفتني أكبر من الكلام ده كله، لما فتحت الشنطة اللي معاها لقيت فيها جماجم بشرية وجيت أعدهم لقيتهم بالظبط 11 جمجمه والحاجه الاغرب ان كل جمجمه من الجماجم مكتوب عليها اسم صاحبها او اسم صاحبتها وفضلت اقرا الاسامي اللي عليهم دسوقي زينات رجب دلال عتمان زينب فايق واخر جمجمه كان مكتوب عليها اسم خديجه لكن لما قريت اسماء الاشخاص اللي مكتوبين على الجماجم دول هنا خطر في بالي حاجة خطيرة جدا وقلت يا رب اللي في بالي ده ما يكون صح ويكون مجرد صدفة انا اعرف ثلاثة من اصحاب الجماجم دول رجب خالي وعتمان جوز خالتي وخديجة امي تفتكروا ان الموضوع ده مجرد تشابه اسماء وتفتكروا انها صدفه ان اشوف امي هنا في البيت بعد وفاتها ب 13 سنه وصدفه ان الاقي في البيت عندي جماجم باسم امي وخالي وجوز خالتي وبعد ما شفت المنظر ده اترعبت اكتر ما كنت مرعوب وزاد خوفي وقلقي من الست دي ومن اللي بتعمله المهم رجعت كل حاجة في مكانها زي ما كانت بالظبط وخرجت من الأوضة وقفلت الباب ورايا في الوقت ده الراجل بتاع الشركة كان خلاص خلص تعقيم وبعد ما حسبته ومشي قلت أنا لازم أعمل مشوار مهم جدا عشان أتأكد إن اللي في دماغي صح لكن الأول عديت على شقة مدام رشا عشان أخد منها مراتي وحماتي قبل ما أنزل فضربت الجرس عند مدام رشا وفتحت لي الباب قلت لها خلاص ممكن تقولي للجماعة إنهم يرجعوا الشقة تاني عادي ولما مراتي وحماتي رجعوا الشقة قلت لمراتي أنا رايح مشوار صغير ومش هتأخر وأول ما قفلت باب شقتي ولسه نازل على السلم سمعت مدام رشا وهي عمالة تنادي عليا بصوت واطي فقلت لها أيوة يا مدام رشا أموري عايزة حاجة قالت لي آه أنا عايزك في حاجة مهمة قلت لها خير قالت لي بس الصراحة أنا مكسوفة منك وخايفة لا تزعل مني فقلت في بالي أكيد مصيبة من مصايب حماتي المهم قلت لها خير في إيه قوليلي مش هتضايق ولا حاجة فقالت لي هي الست الكبيره اللي مع مراتك دي تبقى حماتك فعلا قلت لها ايوه فعلا حماتي قالت لي بص انا عارفه ان اللي انا هقوله ده كلام غريب ويمكن انت ما تصدقهوش انت عارف ان الشيخ مصطفى جوزي معالج بالقران ويا ما ربنا كتب لناس كتير الشفاء على ايديه من المس والسحر والاعمال وحالات كتير هو عالجها لوجه الله من غير ما ياخد ولا مليم فرديت عليها كده وانا قلقان من جوايا قلت لها عارف يا مدام راشا عارف بس ايه علاقه حماتي بالموضوع ده فقالت لي حماتك يا استاذ محمد وراها سر غريب الله اعلم ايه هو بس الشيخ مصطفى جوزي بيقول ان الست دي ميته وان اللي كانت قاعده معانا في الشقه دي مش حماتك ده شيطان متجسد في صورتها طبعا بعد ما سمعت الكلمتين دول من مدام رشا حسيت اني مش متزن حسيت كأن الارض بتلف بيا وابتديت اراجع في دماغي كل تصرفات حماتي الغريبة ازاي انها كانت قاعدة الفترة دي كلها من غير اكل ولا شرب ومراتي كانت تقولي دي معاها اكل في الشنطة اللي معاها لكني لما دخلت الأوضة عندها وفتشت في الشنطة بتاعتها وحاجتها لا لقيت لا أكل ولا شرب، ده أنا ما لقيتش حتى إزازة مية، استحالة يكون في إنسان يقعد الفترة دي كلها من غير ما ياكل ولا يشرب، بس أنا برضو ما شفتش قبل كده في حياتي أموات بتتكلم، وابتديت أفتكر الظروف اللي أنا اتعرفت فيها على مراتي، أنا ما كنتش أعرفها كويس، ما كنتش أعرفها خالص قبل كده، كل اللي حصل إن أنا في يوم كنت سايق عربيتي ورايح بيها الشغل، وكنت نازل من البيت متأخر وكنت مستعجل شغل. وخبطت واحدة بالعربية وخدتها على المستشفي كان دراعها مكسور من الحادثة لكن غير كده كان بقيت جسمها سليم مفهوش حاجة بعد كده فضلت ازورها في البيت اكتر من مرة لحد ما اتعرفت على امها اللي كانت بالفعل ست غريبة جدا كانت ست غامضة وكلامها قليل جدا ونظرتها ليا كانت غريبة وفيها قوة كده غير مفهومة، الصراحة أنا ما كنتش برتاح لها من أول ما شفتها، لكني حبيت بنتها وخطبتها ست شهور وبعد كده اتجوزنا، ما كنتش أعرف حد من أهل مراتي غير أمها بس، ودلوقتي أنا لازم أعرف حكاية الجماجم دي إيه وأعرف هل اللي أنا فهمته ده صح زي ما أنا معتقد ولا أنا غلطان. وأنا في الطريق اتصلت بعم حسين الغفير اللي هو بيحرس مقابر عيلة أمي، وطلبت منه يجهز المفاتيح بتاعة التربة، فلقيته بيسألني إذا كان عندي حالة وفاة ولا حاجة، قلت له لا الحمد لله ما عنديش حالة وفاة، بس أنا شاكك إن في ناس بييجوا يسرقوا العظم من عندنا في التربة ويطحنوه ويعملوه مخدرات، وطبعاً أنا كنت بقول له الكلام ده أي كلام كده وخلاص عشان يفتح التربة، ما هو أنا ما عنديش أي حالة وفاة الراجل هيفتح التربة ليه؟ لازم أقول له على سبب مقنع عشان يفتحها بعد ما وصلت التربة ونزلت تحت اول حاجة فتشت فيها هو الكفن بتاع امي الكفن كان مفتوح ومفيش فيه غير عمود فقري من غير راس الراس كانت مقطوعة منه ونفس الكلام بالظبط لقيته في قبر خالي وقبر جوز خالتي التلت جتت الجماجم بتاعتهم ما كانوش موجودين التلت جتت الجماجم بتاعتهم ما كانوش موجودين في مكانهم لانهم ببساطة موجودين في مكان تاني اللي هو عندي في البيت وروحت في اليوم ده وانا مصمم ان افهم ايه اللي بيحصل بس قررت ان انا ما لوحدي فاتصلت بصديق ليا اسمه كرولوس كان لسه راجع من امريكا بقاله اسبوعين وكرولوس كان الوحيد من ضمن اصحابي اللي هو مهتم بالظواهر الغريبه والسحر وتناسخ الارواح وعباده الشيطان والحاجات دي كلها وبيكتب في مجلات في امريكا وبيعمل ابحاث عن الحاجات دي فاتصلت بيه على التليفون وحكيت له على القصه كلها فكرولوس قال لي ان في منظمه ظهرت في امريكا وكل افرادها بيعبدوا الشيطان وبيقدموا ليه قرابين بشريه والامر بيوصل انهم والشيطان يسكن في اجسادهم عشان يمنحهم الخلود ويخليهم يعيشوا وسط الناس مدى الحياه وبيعيشوا وسط الناس عشان يحققوا اهداف لوسيفر اللي هم بيعبدوه وحكايه الجماجم اللي حماتي بتستخدمها دي فده طقس من الطقوس اللي كانت بتحصل برضو في امريكا اللي هي طقوس استدعاء ارواح الموتى وتسخيرهم فقلت له طب كل ده بيحصل في امريكا مش في مصر فقال لي مش بعيد ان في ناس بيمارسوا النشاط في مصر وان حماتي من ضمن الناس دول فاتفقت مع كرولوس ان انا هروح البيت الاول وهو يحصلني كانه جاي يزورني وبعدين اشوف اي طريقه اخرج بيها حماتي بره الاوضه وهو يدخل اوضتها ويشوف الحاجات دي كلها بعينيه وروحت البيت ولقيت مراتي مستنياني على الغدا زي عوايدها لكن الغريبه المره دي لقيت حماتي قاعدة معاها بره في الصالة، حاجة غريبة جدا، أول مرة أشوفها تطلع من نفسها بره الأوضة مش عوايدها، ولقيتها بتطلب من مراتي إنها تسيبنا عشان كانت عايزة تقعد لوحدها معايا، وطبعا مراتي ما نفذتش الطلب ده بسهولة، لكن في النهاية دخلت جوه وسابتني مع مامتها، وبدأت حماتي تتكلم، وقالت لي: "ما ينفعش دلوقتي إن احنا نخبي على بعض خلاص، أنت دلوقتي عرفت كل حاجة وعرفت أنا مين، لكن اللي أنت ما تعرفوش انا هنا بعمل ايه ولا تعرف طبعا ايه حكايه الجماجم اللي انت لقيتها في اوضتي انا هفهمك كل حاجه انا لوسيفر حامل الشعلة المقدسه انا في ناس بتعبدني من الاف السنين وعايش جوه اجساد ناس كتير انت بتشوفهم وبتتعامل معاهم لكن انت ما تعرفش ان الناس دول اموات وانا اللي بحركهم انا موجود في العالم عشان احرر سكانه من الموت واوهبهم الخلود الابدي أمك وعشر أشخاص تانيين من ضمنهم أخوها وجوز أختها كانوا أعضاء منظمة سرية اسمها منظمة ال11 أخ والمنظمة دي كانت بتحارب عبادة الشيطان في مصر وبتحرض الناس ضدنا وأنا كنت لازم أكسب حربي في النهاية والجماجم أنا بستخدمها في تحضير أرواح أصحابها إحنا دلوقتي بنمتلك جيش من الأرواح مجندين لخدمة أهدافنا وأنا موجود هنا في العمارة دي عشان العمارة دي اتبنت فوق قبر واحد مهم جدا من عبدة الشيطان والراجل ده مدفون هنا من 450 سنه وروحه ما بتحضرش غير في المكان اللي عظمه مدفون فيه، ودلوقتي انت فهمت كل حاجه وعرفت الحقيقه وقدامك اختيار من اتنين يا اما تبقى معايا وتعيش للابد ولو بقيت ضدي هتدوق كل اصناف العذاب وهحول حياتك لجحيم. وبيقول صاحب القصة فجأة لقيت الشقة كلها اتملت تعابين تعابين ضخمة بتجري في كل مكان في الشقة ولسه جاي يجري منها واهرب لقيتهم اختفوا مرة واحدة وهنا لقيت حماتي او بالاصح الشيطان اللي متلبسها بيقول لي دي بس عينة صغيرة من اللي انا هعمله فيك قبل ما امشي من المكان هنا واخد روحك معايا هخليك تختار الطريقة اللي انت تنتحر بيها وبعد كده روحك هتكون ملكي ومش هتقدر تتخيل ايه اللي ممكن يحصل لك بعد كده وقالتلي كده ودخلت الاوضه وقفلت على نفسها بعد كده جرز الباب رن لكني ما كنتش قادر اقف من مكاني حسيت ان جسمي كله مشلول مش قادر احرك ولا عضله من جسمي ولقيت بعد كده مراتي دخلت عليا وقالت لي ايه يا محمد مش هتقوم تفتح الباب قلت لها حاضر اقوم افتحه وفتحت الباب ولقيته كرولوس اللي كان جاي لي حسب الاتفاق اللي بينا واول ما دخل البيت سلم على مراتي وبعد كده مراتي سلمت عليه ودخلت المطبخ ولقيت كرولوس بيقول لي يلا يا محمد يلا نمشي من هنا بسرعه قلت قلت له ايه في ايه قال لي تعالى بس هوريك حاجه بس ما ينفعش ان انا اوريها لك هنا تعالى يلا نطلع بسرعه من هنا نزلت معاه وقعدنا على القهوه اللي هي قصاد البيت والقهوه في الوقت ده من النهار بتبقى شبه فاضيه فقلت له هيا كرولوس حاجه ايه اللي انت كنت عايز توريها لي فقال لي بص يا محمد انا كنت شغال في امريكا في الصحافه كنت بكتب في مجله روحانيه الكترونيه اللي هي من ضمن المجلات اللي بتتنشر على النت وكنت عامل في المجله تقرير صحفي عن جماعه من بتوع عباده بت الشيطان اللي انا كلمتك عنهم دي. دول. وفي مجموعه انتحروا انتحار جماعي وسط طقوس غريبه وكده عشان يوهبوا ارواحهم للشيطان والجلسه دي كلها متصوره فيديو وانا نشرت الفيديو مع الخبر ده وكان من ضمن الجماعه اللي انتحروا دول اتنين مصريين ام وبنتها شوف كده الصوره دي يا محمد دي صوره البنت وامها البنت دي اللي انا شفتها عندك في الريسبشن في الشقه لما انت فتحت لي الباب البنت دي هي كمان ميته وبيقول صاحب القصه لما شفت الصوره اللي معاه اتصدمت وقلتله مش ممكن دي مراتي وحماتي بس ولحد كده خلصت القصه وانا زي ما قلت لكم ان القصه دي نهايتها مفتوحه او مجهوله وملهاش اي جزء تاني ولا ليها اي تكمله التكملة بتاعتها انتوا اللي هتتوقعوها وتكتبوها في الكومنتات وزي ما قلت لكم في البداية صاحب اكبر عدد من اللايكات على الكومنت هثبت الكومنت بتاعه في الاول خالص وفي الحلقه الجايه ان شاء الله هقول على اسم صاحب الكومنت ده المهم ما تنسوش لو الفيديو ده عجبكم تعملوا لايك وشير ليه ولو انتم مش مشتركين في القناه تشتركوا فيها وتفعلوا جرس التنبيهات وان شاء الله اشوفكم على خير المره الجايه في حلقه جديده وقصه جديده واقول لكم مع السلامه